If I could call upon the أدعو المحاضرين لجلسة التالية. 5 دقائق استراحة حتى نسمح للمحاضرين التالين، وسنضطر للانتهاء بشكل مبكر لأن القوى الأمنية ستقوم بتأمين المكان قبل بعد ظهر اليوم. إذن شميلا خان، غيليرما كانيلا، رشا عبد الله، هاجما كالو، أدما جالو، وأطلب من المنسق أن يعد المحاضر الذي سيتحدث إلينا من فلوريدا، من ميامي. سنبدأ بعد 5 دقائق. And testing to see if there's anyone from the IGF Secretariat in Sale 1, just to put the name cards, please, on the table. Thank you. أرجو منكم أن تضعوا بطاقات الأسماء على الطاولة، أسماء المحاضرين. Can you announce this in Spanish? Announce it in Spanish. We're about to start in 3 minutes' time. Yeah? And that will be covering the following public policy issues. Just announce it in Spanish. Apreciados amigos, en pocos minutos estaremos empezando la sesión principal sobre medios y contenidos. Les pedimos su atención con relación a las preguntas de políticas públicas que tienen que ver. سننتقل إلى الجلسة التالية حول مضمون أو حول وسائل الإعلام والمضمون المتناقل عبر وسائل الإعلام. أرجو أن تعدوا أسئلتكم حول هذا الموضوع. So I'm going to make an announcement in Chinese, okay? سأتقدم ببعض الإعلانات بالصينية. سأتحدث بالصينية. Hello. مرحبا. سأتقدم بإعلان بالأردو. بات کرنے والے ہیں اور اس سیشن کے اندر ہم لوگ میڈیا ریگولیشن اور نیوز میڈیا اور فیک نیوز متعلق ٹاپکس کو جو ہے کور کریں گے.
Ladies and gentlemen, we're back. سيداتي سادتي نعود الآن إلى الجلسة المتعلقة بوسائل الإعلام والمضمون. ميديا كحجر زاوية للسلام والهجوم على حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير عفوا. الآن بعض المحاضرين معنا إحداهم اضطرت للمثول أمام المحكمة لأنها شاهد في قضية حكم بالإعدام، وقد طلب منها أن تمثل أمام المحكمة. وبعد ذلك سنستمع أيضا إلى فيديو ونتصل بها عبر الفيديو حتى نستمع إلى مداخلتها، وبالتالي سنتمكن من تعبير عن رأينا حول هذا الموضوع في إطار المنتدى. اسمي سانالياتا تامانيكا مانارو، وأنا رئيستكم ومنسقة هذه الجلسة الرئيسية، وأود أن أقدم الميسرين عن بعد: السيد مامادولو، السيدة مالاتشالا، و معنا أيضا أعضاء أو المحاضرون على المنصة. أرجو منكم أن تقفوا. السيدة شمايلا كان، وهي من مؤسسة حقوق الرقمية في باكستان، أهلا بك. السيدة الدكتورة رشا عبد الله، وهي مدرسة أستاذة في الصحافة والتواصل مع الجمهور في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وقد التقينا في ميدان التحرير خلال الربيع العربي معها. وأخيرا السيدة أنخيداس، وهي مديرة للسياسة العامة في الفيسبوك. وجاكومو، صباح الخير، أنت رئيس معهد العلاقات الدولية وتمثل اتحاد شبكة البث الأوروبية وكذلك اتحاد شبكة البث العالمية. و البروفيسورة لوز ناجلي كانت قاضية في كولومبيا واضطرت للهروب من كولومبيا، وقد وصلت لها تهديدات كثيرة بالقتل، وهي خبيرة في مجالها. وكذلك الدكتور ييك تشانشي، يشرفنا أن تكوني معنا اليوم من الصين، وأنت محاضرة في دراسة التواصل أو الاتصال، و أنت من جامعة جيانجيا تونغ ليفربول. والمحاضرون سيتحدثون أمامكم أو سيكون بيننا وبينهم حوار تفاعلي، وآمل أن تشاركوا جميعا في هذه الدورة الدينامية بالاتجاهين. هذا يعني أنكم باستطاعتكم أن تتدخلوا في أي وقت خلال النقاش حتى تطرحوا أسئلة، أكانت أسئلتكم حول مسائل متعلقة بالسياسات العامة أو مسائل أخرى. أولا، هل وسائل الإعلام جهاز تابع للسلطة القائمة؟ هل وسائل الإعلام قادرة للعمل بشكل لائق كآلية من أجل إخضاع الحكومات وأوساط الأعمال للمساءلة؟ ما هي السياسة أو البيئة السياسية الضرورية لتأمين حرية حقوق وسائل الإعلام؟ هل حرية وسائل الإعلام مطلقة أو لديها حدود معينة؟
ماذا عن آثار الاستخدام السيء لحرية التعبير؟ وهل باستطاعتنا أن ننشر صحافة مسؤولة من أجل مكافحة الأخبار المزيفة أو الزائفة والكاذبة؟ ما هي أفضل الممارسات من أجل صحافة مسؤولة؟ ما هي أشكال الحماية لوسائل الإعلام المتوفرة وحماية حرية وسائل الإعلام؟ ماذا نعني بالأخبار الزائفة أو الكاذبة؟ كيف يمكن أن نعرفها؟ كيف يمكن أن تتدخل الحكومة وكيف يمكن أن تتعامل معها؟ ما هو دور الحكومات والمجتمعات المدنية في التأكد من أو في ضمان حرية وسائل الإعلام والنهوض بالصحافة المسؤولة؟ وما هي المنظمات الدولية المناسبة والمنتديات المناسبة التي يمكن أن تعكف على هذه المواضيع تعنى بها؟ الكلمة الآن للدكتورة رشا عبد الله حتى تتقدم بنظرتها حول هذه الأمور. 3 دقائق وبعد ذلك نعطي الكلمة للمشاركين عن بعد وللقاعة. تفضلي سيدتي. شكرا، طاب صباحكم جميعا. أنا سعيدة لمشاركتي في هذه الجلسة. طرحت أسئلة كثيرة يا سالة وسأحاول أن أجيب عليها بدقائق 3 إذا ما استطعت. أبدأ ببعض المسائل الرئيسية. أولا، هل باستطاعتي وسائل الإعلام أن تكون الحارس أو الرقيب على هذه الممارسات أو هي سلطة كبيرة؟ السؤال هنا يعتمد على النظام التي تعيش فيه، فهناك درجات مختلفة من حرية التعبير تختلف باختلاف المجتمعات، وكلما تمتعت المجتمعات بهذه الحرية كلما قامت وسائل الإعلام بواجبها، أي أن تكون الرقيب على هذه الأخبار. غير أننا ما نشهده اليوم هو انهيار أو عفوا اعتداء كامل وهجوم على حرية التعبير لدى وسائل الإعلام، وكأننا نجد هذا الهجوم أو هذا الاعتداء من أعلى المستويات في الحكومات وفي السلطات في بلداننا. هذا ما يقلقنا ليس فقط في المجتمعات المعروفة في قمعها، ولكن في المجتمعات الديمقراطية، لأنها تنزلق ببطء ولكن بطريقة ثابتة نحو القمع، و بالتالي هذا ما يجب أن يقلقنا في هذه المجتمعات. موضوع آخر أود أن أقدمه في الدقائق 3، ألا وهو تعريف الخبر الزائف أو الكاذب، fake news. كنت شاركت في ندوة قبل سنة مع ديفيد كي وهو المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التعبير، واقترحت بأن ننظر إلى موضوع الأخبار الخاطئة أو المزيفة أو الكاذبة على أنها أخبار شأنها التضليل وليس كأخبار فيها أخطاء يجب أن تصحح، بل هي أخبار من نيتها التضليل والخداع، وبالتالي هناك نية وهناك آثار وهناك تبعات لهذه النية، وبالتالي هذا هو الموضوع الذي يجب أن نناقشه عندما نناقش الأخبار الزائفة. وهنا يجب أن نميز بين هذه الأخبار الخاطئة والتغريدات، ملايين التغريدات التي تنشر كل يوم والتي يمكن أن نخضعها للمساءلة أو لا، وسأكتفي بهذا القدر. شكرا. شكرا. إذن البروفيسورة الأستاذة رشا والدكتورة رشا قد شارت وحددت صلب وجوهر عمل وسائل الإعلام في أن تقوم أن تكون ليس وسائل الإعلام للتسلية إنما للتعليم والإعلام ورقيب، وأن تكون منتدى للمناقشات العامة في كل المجتمعات، وأن تكون الرقيب وأن تخضع الحكومات للمساءلة. ننتقل أو قبل أن ننتقل إلى جاكومو مازوني من اتحاد البث الأوروبي أو أجهزة البث الأوروبية، والإرسالي الأوروبية، ننظر إلى
ما شهدناه بالأمس من احتفالات بيوم الهدنة العالمي بعد الحرب العالمية الأولى، ننظر إلى طريقة استخدام وسائل الإعلام كأداة للدعاية. هنا وفي هذه الظروف وفي هذا الإطار نعطي الكلمة لسيد جاكومو مازوني. شكرا على دعوتكم لي. نعم، الهدنة هي السبب الذي دعانا إلى إنشاء أجهزة الإرسال أو الأجهزة الإذاعية، كانت إذاعة أو تلفزيون، وهذه كانت الأداة الأساسية في ذلك الوقت. الإذاعة كانت الأداة الأساسية التي نشرت الكراهية، وفي نهاية الحرب وصلنا إلى اتفاق بأن أجهزة الإذاعة والتلفزيون لن تكون ملكا للدولة، أو سيكون هناك أجهزة وشركات للإرسال والبث الإذاعي ملكا للدولة وأخرى مستقلة، وأنه من الضرورة أن يتم تنظيم النقاش في مجتمعاتنا، وهذا حدث أيضا في الحرب الباردة. أما اليوم فنشهد وضعا وظروفا مماثلة، لأننا نميز في المجتمع بين أو يميز المجتمع بين كل ما يصلنا من أخبار دون أن يكون هناك وسيط، ونصدق كل الأمور دون وسيط. هذا بسبب التحول الرقمي الذي مررنا به أو عشناه. وإذا ما كنت تود أن تفهم العالم تحتاج إلى مهنيين في مجال الطب، في المجالات كافة. وبالطبع الفارق بين النظام السابق والنظام الحالي هو التفاعل القائم اليوم. عندما كان الإرسال في السابق أو الإذاعة والتلفزيون إرسالا باتجاه واحد، اليوم أصبح هناك تفاعل، من هنا صعوبة الأمور. واليوم تبث خبرا ويأتيك ردة فعل عن هذا الخبر ويتطور النقاش حوله، وبالتالي أصبح لدينا نقاشا تعاونيا وتفاعليا، وهذا الذي يؤدي إلى التغيير في مجتمعاتنا. ولكن مهمة وسائل الإعلام كرقيب وحارس يجب أن تبقى، لأننا إذا ما شهدنا قوة يجب أن يكون هناك قوة تحقق التوازن إزاءها، أي قوة مضادة، وإلا لا توازن، وإلا سقطنا بإساءة استخدام السلطة. وهذا موضوع رأيناه في السابق، مثلا متصل بأمن وسلامة الصحفيين، ونعرف أن الطريق الأقصر إلى ذلك هو أن نقطع مجالا للنقاش وأن نقتل مثلا الصحفي الذي يدعو للنقاش. وبالتالي يجب أن نعنى بكل هذه المسائل وهي مترابطة، واليونسكو تعنى كما نعرف بسلامة الصحفيين وبدور الصحفيين ووسائل الإعلام كرقيب على مجتمعاتنا. شكرا. أسأل التقنيين إذا ما كانوا مستعدين لبث الاتصال مع سيدة لوس، الأستاذة لوس ناغلي. هل تسمعينني يا لوس؟ أتحدث مع فريق الويب، فريق الإنترنت. بانتظار لوس أود أن أقول أن السيد مازوني أثار نقاطا مهمة، ألا وهي تطور عمل الإذاعة والتلفزيون، وكيف تغير ذلك فيما يتعلق بقدرة الوصول إلى الجمهور. وفارق ذلك أو الفارق بين التلفزيون والراديو والصحافة المطبوعة وقدرة كل هذه الوسائل للوصول إلى الجماهير. وفيما ننتظر لوس وهي على خط الإنترنت، فيما ننتظر الاتصال معها، أود أن أدعو السيدة أنكي وهي مديرة السياسة العامة في فيسبوك.
شكرا جزيلا. هذا موضوع من مواضيع الساعة، هذا الذي نناقشه الآن. نحن في فيسبوك نفكر في تعزيز العمل الجماعي من أجل مكافحة هذه المعلومات الزائفة أو الكاذبة. لدينا إطارات ثلاثة نركز فيها على الجودة ونوعية المعلومات وأصالة المعلومات والأخبار التي يتم تناقلها على منصتنا. إذن الاختبارات التي نقوم بها هي أننا نزيل المضمون الذي ينتهك معاييرنا، ونركز على توزيع مقلص لهذا المضمون الذي ينتهك ويقوض الأصالة، ونخطر الأشخاص حول أجزاء أو نخطر الأشخاص بأخبار صغيرة قصيرة تقدم لهم مضمونا معينا. إذن نحن نقوم بمزيج من النشاطات، من نشاطات التنفيذ على المنصة، وكذلك نحدث التغيير، وبالتالي نحاول أن نميز بين ما هو أخبار زائفة أو كاذبة والأخرى، ونعمل مع طرف ثالث ألا وهو الفاكت تشيكرز، أي الذين يدققون في الوقائع والأخبار، وهم خبراء. ونعرف أن بوينتر قد اعتمدها، وهو الجهاز الذي يقدم الشهادات الدولية لهذه الأجهزة، وهم يقومون بالفاكت تشيكينج، أي التدقيق بالوقائع والأخبار، وتقوم بالتدقيق على تدفق المعلومات التي يتم تناقلها على المنصة. ونعتبر أن التدريب أيضا هو أداة مهمة أو بل أساسية، مكون أساسي في بناء التوعية، وبالتالي نحن نستثمر موارد كثيرة في كل الدول من أجل أن نسمح لوسائل الإعلام التقليدية من إدارة حملات توعية، حملات توعية وحملات تعليم، من أجل تمييز وتعرف واستنباط الأخبار الزائفة والكاذبة. ولدينا مثلا حملات توعية من أجل إشراك المستخدمين والمستهلكين للإنترنت من أجل أن يتعرفوا على الأخبار الزائفة. لدي سؤال يمكن أن يطرح. بالنسبة إلى أسطورة كامبريدج أناليتيكال وكل ما تأتى عنها بالنسبة إلى نشر المعلومات الخاصة بالأشخاص، كيف ترون المعالجة لذلك؟ وكيف السبيل لمواجهة هذه الأخبار الزائفة؟ نحن نتعلم الكثير ونستخرج الدروس من ذلك. نحن نقوم بجهود كثيرة من أجل تأمين نزاهة نشاطنا، ومن أجل تصحيح الأخبار والأدوات التي توضع بتصرف المستهلكين، وكذلك نقوم بجهود كثيرة من أجل تعزيز الشفافية، و خاصة بالنسبة إلى الدعايات، بالنسبة إلى الانتخابات أيضا، من ينشر ماذا. ونحن نعتبر أن الشفافية مهمة جدا، ليس فقط بالنسبة إلى الأخبار المتوفرة، ولكن أيضا بالنسبة إلى الدعايات التي نعرضها على منصتنا، وهذا سيسمح لنا بأن نضبط الأخبار الزائفة ونقمعها أو نكبحها.
إذن هناك سؤال آخر، لأي درجة يمكن أن تقوموا أنتم بوضع القوانين الذاتية الخاصة بكم، ولأي درجة هذه القوانين يجب أن تنشأ عن السلطات السياسية؟ مثلا المفوضية الأوروبية تعمل على قانون متعلق بالأخبار الزائفة والكاذبة. نعم، هناك مسؤولية شاملة للنظام نظامك كل. نحن سنقوم بفرض القوانين على نفسنا، ولكن هناك كم كبير من القوانين التي يجب أن تسن على مستوى الوطني والحكومي. ونحن إذا ما عززنا قدراتنا كمجموعة من المستخدمين، وإذا نظمنا الاستخدام، لا يمكن أن ننظم إلا للحاضر، ولا يمكن أن ننظم للغد، لأن التكنولوجيا تتطور بشكل سريع. والأفضل وأفضل طريقة أن نعمل مع نماذج من المستخدمين على فرض هذه القواعد والقوانين. شكرا. شكرا. الآن نتصل بالبروفيسورة أو الأستاذة لويز ميكل. تفضلي، هل باستطاعتك أن تعطينا تلخيصا سريعا للمواضيع المتعلقة بالسياسة العامة في هذا المجال الذي نعنى به؟ مرحبا يا سارة. هل تسمعينني؟ نعم نراك ونسمعك، تفضلي. طاب صباحكم، شكرا لدعوتكم لي عبر الفيديو عن بعيد. اسمحوا لي أن أشدد على دور وسائل الإعلام. يجب أن نتذكر أن وسائل الإعلام هي الركن الرئيسي أو الركن الرابع للديمقراطية، السلطة الرابعة إذا ما جاز القول، وهي لديها دور حيوي في الديمقراطية. ووسائل الإعلام من المفترض أن تصون الشفافية والعملية الديمقراطية، يجب أن توفر المعلومات السياسية وأن تحدد أي مشكلة قائمة في مجتمع ما، وهي من المفترض بها بأن تؤمن النقاش السليم للجميع. من بين الظواهر التي نراها اليوم هو تآكل الثقة وتضاؤل الثقة بوسائل الإعلام اليوم. لماذا؟ لأن الوتيرة السريعة التي تتقدم بها وسائل الإعلام قد افتعلت أو أنشأت وسائل كثيرة، ومنافسة وسباق بين كل وسائل الإعلام من أجل نشر المعلومات ونشر الخبر أولا. إذن عندما ترتكب وسائل الإعلام الأخطاء، فلطالما لا تصحح هذه الأخطاء، وهذا يؤثر سلبا على الثقة بوسائل الإعلام. هذه هي المشكلة الأساسية التي نعاني منها الآن، وهذه هي المشكلة التي نعاني منها بسبب وسائط التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي التي أدت إلى نشر هذه المعلومات الزائفة، المعلومات المضللة والأخطاء. نضيف إلى ذلك نوع من الرقابة على وسائل الإعلام تأتي من الشركات التي تدفع ثمن الدعايات، أو الشركات التي تمول وسائل الإعلام أو تملك وسائل الإعلام. وهذه الشركات هي التي تفرض نوعا من الرقابة حول ما يمكن أن تقوله وسائل الإعلام، أو كيف يمكن أن تقول، أو كيفية نشر الأخبار من طرف وسائل الإعلام. شكرا. شكرا يا لوس، سنعود إليك فيما بعد. نعاني من مشكلة تقنية. حسنا. شايملا أو شميلة، شميلة خان، هل باستطاعتك أن تتحدث عن الهجوم أو الاعتداء الذي تتعرض له وسائل الإعلام، مستخدمة المثال الباكستاني أو ما يحدث في باكستان؟ شكرا جزيلا. شكرا على دعوتكم لي فيما يتعلق بالمشهد، مشهد وسائل الإعلام والتكنولوجيات الجديدة التي جاءت بمشاكل جديدة. يجب
أن نميز في مناقشتنا بين القوانين المفرطة وغياب القوانين والقواعد في هذا المجال، ويجب أن نحدد ما نعنيه بحرية التعبير. فالبعض لديه هذه الصورة الطوباوية لحرية التعبير أو المثالية لحرية التعبير، ولطالما نرى أن حرية التعبير قد تم تكريسها في الاتفاقات الدولية بشكل مثالي، ولكن على الميدان وفي الواقع أن حرية التعبير تتعلق بطريقة تنفيذ ذلك على الأرض وفهم المجتمعات لهذا المفهوم، ومثلا في المجتمع الباكستاني وفي إذا ما كان ذلك مكرسا في الدستور أو في نصوص أخرى، إذا ما كان هذا يعارض الإسلام أو يعارض المصلحة القومية أو الوطنية وغيرها من البارامترات أو من العوامل التي يجب أن نستخدمها في تحديد حرية التعبير. وهذا يمكن أن يكون مقيدا جدا، هذا الإطار يمكن أن يكون مقيدا جدا ويترافق مع قوانين كثيرة. فثمة محك قانوني للتعرف على ذلك المجال، ثم حرية التعبير هي بمثابة ممارسة يومية، فقد نتبين بعض التباين على صعيد الواقع السياسي. ففي بعض المناطق على سبيل المثال يتم تجاوز هذه القواعد المتعلقة بحرية التعبير، وفي بعض البيئات حتى مفهوم الحقيقة يخضع لقدر من التنظيم، فبالتالي فأصبح هذا المفهوم خال من المعنى لأننا وصلنا إلى مرحلة ما بعد الحقيقة، والحقيقة التي هي ليست حقيقة التي تخضع لتنظيم مبالغ فيه، وثمة إشاعات وثمة تعويل على الأخبار الكاذبة. وبالتالي ففي وسائط الإعلام نشهد جزعا إزاء الأخبار الزائفة أو الكاذبة، وفي بعض الأحيان تستخدم هذه الأنباء كسلاح للتسلط على وسائل الإعلام والاعتداء على حقوقها. وبالتالي فنحن بحاجة إلى تبين تلك الآثار، آثار هذه الممارسات، لا سيما على المجموعات الأقلية. هذا يتجسد على أرض الواقع بالعنف الذي يمارس ضد بعض الأقليات والأقليات الدينية، هذا ينسحب على باكستان بشكل خاص. فثمة عدة أخبار زائفة كثيرا ما تؤدي إلى مناقشات لا تزال جارية على قدم وساق. شمايلة قد أثارت قضايا حاسمة تتعلق بمعايير حرية التعبير، وهي مبينة في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وقد أشارت إلى بعض الجوانب الهامة. وأود أن أطرح السؤال المتعلق بالإحصاءات، الإحصاءات المتعلقة بالصحفيين الذين لم يتم العثور عليهم والمختفين. ثمة 150 ناشط وصحفيين قد اختفوا عنوة أو قسرا، وهذا بمثابة العبارة الخفية التي تبين مبادرة الدولة لانتقاء هؤلاء، وذلك لصد حرية التعبير. شكرا شمايلة. سنعود إلى لوس، هل لك أن تعودي؟ شكرا. قد أشرت
إلى بعض الأخطاء التي قد تقترفها وسائل الإعلام. نحن أمام طرفين نقيضين، ملاحقة والاعتداء على الصحافة، والصحافة التي تقترف بعض الأخطاء. فهل على الصحافة، على وسائل الإعلام أن تتحمل المسؤولية؟ فهل هنالك تبعات قانونية عن تحمل هذه الوسائل لمسؤوليتها في سياق الولايات المتحدة على سبيل المثال؟ شكرا. وسائل الإعلام على غرار أي سبيل آخر للإعراب عن الرأي قد تنطوي على احتمالات للخطأ، وكثيرا ما يوجد تنافس كبير بين وسائل الإعلام، فتود بعض وسائل الإعلام أن تكون المصدر الأول لبعض المعلومات، وبالتالي فقد تقترف بعض الأخطاء وتذاع بعض الأنباء الخاطئة، وينبغي على وسائل الإعلام أن تصحح ذلك. ولكن في بعض الأحيان التصحيح قد يكون ضئيل وقد لا يتم، وهذا ينبغي أن يكون من الجوانب التي ينبغي على وسائل الإعلام أن تراعيها، لأنها تهدد مصداقيتها، وقد تفقد وسائل الإعلام الثقة بها. فينبغي على كل الأنباء أن يتم التحقق منها تلافيا للأخطاء، وبالتالي لكي نبين مفهوم الأنباء الكاذبة، فينبغي أن نتبين وجود النية والقصد من بث هذه المعلومات الكاذبة، فلا ينبغي أن نقذف بعضنا البعض بالمصدر للأنباء الكاذبة أو وسائل الإعلام الكاذبة أو المعلومات الكاذبة، وهذا يخلق شعور أو روح من العداء داخل المجتمع، ومن ثم فقد يؤدي ذلك ببعض القادة غير المسؤولين أو الجمهور الجاهل، يؤدي بهم إلى التأثر من جراء ذلك، وقد تستخدم هذه الأدوات للتلاعب عن قصد بهذه المعلومات لتحقيق مآرب سياسية. وهذه هي البيئة التي نعيش في كنفها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذا فأود أن أبين أننا نشهد تدهورا وتآكلا في الوضع الديمقراطي بسبب عدم وجود نقاش سليم بشأن هذه القضايا، ويبدو أن وسائل الإعلام تتنافس وتتعجل بنقل المعلومات دون التحقق، فالمال يصبح المحرك الأساسي لهذه البيئة. فCNN تتنافس مع فوكس نيوز أو العكس لكي تحصل على المرتبة العليا كمصدر المعلومات، فكل من هذه الهيئات تستعجل لنقل المعلومات دون التحقق من الحقائق والتثبت منها، ولذا فبعض هذه الهيئات تحاول تحقيق مكاسب والتعريف بمركزها باعتبارها المصدر الأول لهذه المعلومات وهذه البواكير. شكرا. لقد أثرت نقاط تكتسي أهمية بالغة. يمكننا أن نعود إليك في
غضون بضع دقائق، نود التفكير بشأن بعض القضايا، أي قدرة وسائل الإعلام على التأثير على الآراء، هل والتأثير على وسائل على الجمهور، وإن كان ذلك لأغراض استهلاكية أو لأغراض سياسية، أو سنصغي إلى متحدثة أخرى وهي من الصين. شكرا لدعوتي لحضور هذا الاجتماع. وسائل الإعلام بغض النظر عن المجتمع الذي تعمل فيه، إن كان ذلك في أوروبا أو الصين المتحدة، فإن وسائل الإعلام تواجه نفس المشاكل. ثمة القضايا السياسية كما تعلمون، ففي الولايات المتحدة لدينا مرحلة ما بعد الحقيقة، وفي آسيا وفي هونغ كونغ حيث أعلم منذ عدد من السنوات أعلم الصحافة، فنتحدث عن مبادئ الحياد والموضوعية التي ينبغي أن تكون العنصر الأساسي الذي تهتدي به وسائل الإعلام لمصلحة الجمهور. الموضوع الثاني، الاستقرار المالي والاستدامة لوسائل الإعلام هي من الجوانب الأهم. فبعد أخذنا بالتكنولوجيا الجديدة، فإننا أصبحنا نشهد وسائل إعلام انتقالية جديدة في الصين. ثمة وسائل إعلام انتقالية جديدة، أقفلت بعض الصحف لأسباب مالية. شاهدنا كذلك مصاعب واجهت هيئة البث البريطانية بي بي سي، وقد طرحت مسائل تتعلق بالشرعية لإنشاء مؤسسة تخدم الجمهور. وبالتالي فأعتقد أن هنالك ضرورة لمراعاة ما طرأ على ساحة التكنولوجيا من ذكاء اصطناعي أو بيئة سياسية جديدة. فنحن بحاجة إلى التدخل في شؤون وسائل الإعلام إلى الحد الأقصى. هذا اتفاق أساسي تجمع عليه مختلف المجتمعات حتى في الصين. فضلا عن ذلك، فينبغي أن نتفكر بشأن وسائل الإعلام الجديدة، هذه المنصات الكبيرة التي نشأت على غرار فيسبوك، جوجل، وهو مثال عن ذلك. ولم تعد وسائل الإعلام التقليدية تحتكر الصحافة. ثم على الصعيد الثالث، فيما يتعلق بالجوانب المالية لضمان استدامة وسائل الإعلام على صعيد المالي، هل لوسائل الإعلام الدخل الكافي نظرا لتدهور إيرادات وسائل الإعلام؟ الجانب الثالث يتعلق بالتحدي التكنولوجي. ففي الصين على سبيل المثال ثمة مهارات رائعة وصحفيين عديدين، لا سيما في هونغ كونغ حيث أعلم. فالإحصاءات تبين أن 80% من طلبة الصحافة ينتقلون إلى العمل في شركات للـ PR للتأثير. ولماذا؟ لأن الرواتب هي أفضل بكثير، وهذا يحصل حتى في الصين. شكرا، نود فتح المجال لمشاركة الحاضرين في هذه القاعة. هل لديكم أسئلة أو مساهمات تودون طرحها؟ أرى أحد المتحدثين، هل لك أن تقدم نفسك والمنظمة التي تنتمي إليها؟ إذني من البرازيل، إنني عضو في منظمة للمجتمع المدني، أعمل في مجال التعليم والتكنولوجيا.
أؤيد ما جاء على لسان ممثلة الصين. ففي البرازيل نواجه مصاعب اقتصادية جمة، وما يقلقني بشكل كبير هو الطرق المستخدمة لتجاوز المصاعب المالية تواجهها الصحف لكي تلتحق هذه الصحف بهيئات تبث الأخبار الكاذبة والزائفة. فنرى تعليقات على سبيل المثال هي بمثابة التعليقات المضللة. وما وددت قوله هو أن البرازيل لا يعتمد نفس الصرامة إزاء الحرية في النشر كما هو الشأن بالنسبة للصين، ولكن نحن بحاجة إلى مدونة سلوك يهتدي بها كل من يصدر المعلومات والأنباء. شكرا. أعتقد أن هذا السؤال يركز على جوانب تتعلق بالسياسة العامة. أعتقد أنه سيرد في الوثيقة التي ستصدر عن هذا الاجتماع، ولدينا موقع تويتر وهاشتاج تويتر وIGF18. إن أردتم المساهمة في هذه المدونات والتغريدات فالرجاء عدم التردد. فحتى بعد انتهائنا من هذه الدورة سنجمع كل هذه التعليقات والمساهمات في وثيقة مجمعة. هل لكم من تعليقات؟ والرجاء عدم تجاوز الدقيقة الواحدة. هل من تعليق مامادو؟ أرى يد ترفع. إنني مامادو لو من القطاع الخاص. ليس لدي سؤال باعتباري منسق، ولكن لدي سؤال شخصي. ما رأيكم بشأن استخدام الإنترنت لبث خطابات الكراهية والتطرف؟ شكرا. أرى يدا أخرى ترفع، فالرجاء تقديم نفسك من فضلك. شكرا. إنني جينيروسي من جامعة تعنى بتكنولوجيا الحوسبة. أود أن أتناول موضوع تنظيم تداول وبث المعلومات على المنصات الإلكترونية. عندما تحاولون الحد من نطاق بعض المنصات، هل على غرار فيسبوك أنتم تستخدمون بعض الخوارزميات، هل هذه الخوارزميات شفافة بحيث يتمكن المواطن من فهم هذه القيود التي تفرضونها؟ وهل هنالك مشروعية لاستخدام هذه الرقابة باستخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام تكنولوجيا الدفاتر؟ هل أنتم تقلصون وتفرضون رقابة على بعض الأنباء؟ فهذا بمثابة الرقابة. شكرا. لقد سجلنا هذه الملاحظة المتعلقة من حيث الجوهر بموضوع الخوارزميات وشفافيتها ومدى الطابع الشرعي الذي تتمتع به. شكرا. نظراً لضيق الوقت فالرجاء عدم تجاوز الدقيقة، وإن تجاوزتم فسأطلب منكم التوقف لأنني أحتاج إلى فتح المجال لمقدم العروض للرد على هذه الأسئلة. سؤالان اثنان في الصفوف الأمامية. أولاً، شكراً. إنني من هونغ كونغ، أمثل منظمة غير حكومية من هونغ كونغ. أود القول أن الأنباء الكاذبة
قد تفسر على هذا النحو، ولكن في بعض الأحيان القضايا السياسية وتدخلات الحكومات قد تكون مناسبة لتفسيرها وتأويلها من قبل الصحفيين. فهل من سبيل لتجنب الأنباء الكذبة دون الحد من عمل الصحفيين؟ أنني من هونغ كونغ، أشرتم إلى ما بوسع المنظمات أن تقوم به لفائدة المواطنين. الأخبار الكاذبة لا سبيل للموافقة عليها. الإنترنت سريعة، ولكن من الصعوبة بمكان أن نصد هذه الأنباء الكاذبة. فهل هنالك طريقة لصدها وإيقافها؟ فهل هنالك تدابير يتم اللجوء إليها لإيقاف هذه الأنباء الكاذبة والتعاطي معها؟ هل بوسع الحكومة بحد ذاتها أن تصدر أخبار كاذبة؟ نعم، لقد سجلنا ما تقدمت به. إننا نعجب إعجاب كبير بمساهمة هونغ كونغ، فأنتم تستحقون التصفيق والثناء. لنعجل وأطلب الإيجاز عند تناول الكلمة. السيد الجالس هناك، اسمي وازلي وينينغز من ترينيداد وتوباغو، وإنني من رابطة العاملين في الكاريبي. نحن واجهنا مصاعب فيما يتعلق بالسياسة العامة وما تقوم به الحكومات إزاء الأنباء التي تثير الجزع. في بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى تقليص مجال الحريات، حرية الصحافة. هل لنا أن نصغي إلى تجربة مصر؟ شكراً سالة. لقد أصغينا إلى مجموعة من الملاحظات القيمة من المشاركين، سأحاول تلخيص بعضها أو الرد عليها، لا سيما فيما يتعلق بالتعاطي مع خطابات الكراهية. كيف لنا أن نتحكم فيها؟ وهل بوسع فيسبوك أن تتدخل؟ هل هذا ينبغي أن يترك للحكومات؟ أعتقد أن الرد هو لا، لأن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه لمصاعب جمة. أعتقد أن الحكومات تريد أن نطلب منها المساعدة لتسوية الأخبار الكاذبة، والرد على ذلك من قبل الحكومة هو الرقابة، وهذا ليس ما ننشد. فلا أريد حتى أن تقوم فيسبوك بالرقابة. ومن هو ذا الذي يدعي حمايتنا من الأخبار الكاذبة؟ فنحن بحاجة إلى طرح هذا السؤال على أنفسنا. هذه شركات على غرار الحكومات، هذه تسعى إلى تحقيق مصالحها، هل هي تعمل لمصلحة المستخدمين؟ هل هنالك تضارب في مصالح المستخدم والحكومة أو الشركة؟ من هو ذا الذي سيكسب المعركة؟ بطبيعة الحال الأقوى هو الذي سيكسب. أعتقد أنه علينا أن نعلي أصواتنا إزاء هذا المسلك الخطير، مسلك الرقابة، مسلك إنزال عقوبات على الصحفيين ومستخدمي وسائط الاتصال الذين يضعون بيانات أو خطابات تدعو إلى الكراهية لتشويه سمعة بلد أو حكومة أو الإساءة إلى دين أو مقدسات. ينبغي أن نتبين في المقام الأول ما هو الكراهية وما هو الخطاب الكراهية قبل أن تبادر بالحذف. هذا خطير للغاية.
إذن السؤال الذي أود أن أطرحه في هذا المقام، نظرا للاستثناءات الواردة في المادة 19 من الميثاق الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، فحرية التعبير هي معلومة وفقا للقانون الدولي، ولكن الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية لا تطبق كل ما جاء فيها، فهل هنالك استثناءات لحماية الأخلاق العامة وللتعاطي مع خطابات الكراهية وكراهية الأجانب ولأسباب حماية الأمن الوطني؟ أود أن أطرح هذا السؤال، هل من مبرر وفقا لدساتير هذه البلدان أن تستخدم هذا الاستثناء؟ الخطر هو أن من هو في السلطة ينحى إلى تحديد الأشياء حسب مصالحهم، يحددون خطاب الكراهية حسب مشيئتهم، وكذلك الشأن بالنسبة لتحديد الأمن الوطني. وفي هذه المرحلة فقد يفسح المجال للحديث بكل حرية في بعض المناطق، ينبغي أن نتحرك لكي لا نفسح المجال لإيقاف هذه الحرية. هذه مسارات خطيرة، وينبغي أن نعزز التعليم، والتعليم هو الأساس. ينبغي أن نذكي الوعي، نعلم الأسر والأصدقاء والطلبة، نبث هذه الرسالة، نلقن الجميع التمييز بين الحقيقة والكذب والأخبار السليمة، لكي يتمكن الأفراد من فرز الحقائق من الكذب. ينبغي أن نعلم الأشخاص لكي يتمكنوا من تبين هذه الحقيقة، وهذا يلقن في المدارس وفي الجامعات. أعتقد أن هذا هو العمل الذي نحن بحاجة إليه. شكرا يا رشا. سأطلب من جاكومو أن يتدخل قبل أن نفقد المتحدثة من ميامي، السيدة لوس. أولا، اقتراح منهجي فيما يتعلق باستخدام بعض الكلمات. في أوروبا نتحدث ونفضل عدم استخدام ما يسمى الأخبار الكاذبة، فهذه ظاهرة جديدة واسعة النطاق، وهي تنم عن فوضى إعلامية لديها عدة مكونات. فإن لم يعجبني ما تقول فأدعي أن ما تقول هو من الأخبار الكاذبة والزائفة إلى ما هنالك، وهذا غير رشيد. أما ما يتعلق بالتنظيم والتشريع، أعتقد أنا شخصيا أنه لا ينبغي أن نلجأ إلى التنظيم في هذا المقام، فينبغي أن تنظم هذه القطاعات نفسها بنفسها. فمنصات الإنترنت ينبغي هي تسعى إلى تحقيق الربح وزيادة عدد المستخدمين والعدد الأكبر من الحسابات، ولكن ذلك يتم على حساب الأخبار وصحتها، وبالتالي فينبغي أن نأخذ بالمبادئ التي تهتدي بها وسائل الإعلام التقليدية. وفيما يتعلق بالحل طويل الأجل كما بيّنت رشا، فالحل يكمن في تعزيز قدرة البشر على الفهم، على التمييز. فالعديد من أهل السياسة يلجؤون إلى تويتر ويبثون معلومات متناقضة، ونحن لا نود من الصحفيين أن يثيروا قضايا مع هؤلاء على هذا النحو، بل نحن بحاجة إذا لم نود الحديث فيمكن أن نرسل تغريدة، ولكن رسالة الصحفي مختلفة، فليس على الصحفي أن يطرح القضايا ويرفع التقارير ويبث الوعي، وليس من شأن الصحفي أن يقوم بالرقابة، فالرقابة هي الطريق الموجز لإيجاد الحلول المثلى.
وينبغي أن تكون الصحافة هي خير رقيب على عملها. شكرا. أعتقد أن هنا هل هنالك من علاقة بين الخوارزميات والـ APIs؟ لديك دقيقتين يا لوس، هل يمكنكم أن تسمعوني؟ حسنا، أعتقد أننا بحاجة إلى إضافة لهذا النقاش، أي دور الشركات. فالولايات المتحدة لهذه الشركات تأثير كبير على إنتاج الأخبار والأنباء وتلقيها، ونعلم أن هنالك العديد من الشركات التي تتحكم في وسائل الإعلام، وأشاطر المتحدثين الرأي. فمن الأهمية بمكان أن نعلم الجمهور، فبسبب عدم كفاية التعليم كثيرا ما يتم التلاعب بالرأي العام وبالمواطنين ويتم تضليلهم، وفي بعض الأحيان نوسم وسائل الإعلام بأنها مصدر للأنباء الكاذبة. فنحن بحاجة إلى تلقين وتعليم المواطنين لكي يتمكنوا من التمييز بين الحقائق والآراء. يمكنهم التمييز بين الغث والسمين، وهذا هو المسعى. وينبغي أن لا نترك المجال للمال وللشركات المسيطرة على وسائل الإعلام أن يكون لها القول الأخير، فكل هؤلاء ينشدون الحصول على الربح، وخير مثال على ذلك هو ما يحصل في الولايات المتحدة. فالنقاش ليس يتعلق بالمجالات السياسية، بل لترفيه البشر. وأصبحت البيئة بشكل عام هي بيئة عرض، والترفيه عوضا عن التفكير بشأن القضايا. فنحن بحاجة إلى العودة إلى الدور الأصيل لوسائل الإعلام، أي دعامة وركيزة أساسية للديمقراطية. أعتقد أن هذا هو العنصر الهام الذي ينبغي أن أخذه في الاعتبار. شكرا جزيلا على مساهمتك في صباح الباكر. We really appreciate you. نحن نشكرك ونقدر لك مساهمتك ومشاركتك معنا. أسأل أنكي، هل يمكن أن تتحدثي لمدة دقيقتين قبل أن تتحدث شمالة؟ من خلال الأسئلة طرحت العديد من المواضيع، وسوف أحاول أن أرد عليها واحدة تلو الأخرى، وسأتقيد بالوقت المخصص لي. هنالك عامل مهم جدا إن أردنا أن نفهم الوضع الحالي. هنالك حسابات زائفة نجدها وراء الأنباء الخاطئة، ويجب أن نواجه هذه الحسابات المزيفة. فهذه مشكلة، لا نعرف من هو وراء هذه الحسابات ومن ينشر هذه الأخبار، وهذه سبام، هي بريد إلكتروني غير مرغوب، ويجب أن نحذف هذه المعلومات من المنصة. وإن لم نفعل ذلك فلن نحقق إلا القليل من النجاح في مكافحة الأنباء الخاطئة على منصة الإنترنت. هناك تركيز كبير على مكافحة الحسابات الزائفة وحذفها، لأن هذا ينتزع الحوافز الاقتصادية من السبامرز، من ينشرون البريد الإلكتروني غير المرغوب. وهنالك سؤال ثان أريد أن أرد عليه على شقين، ويتعلق بالشفافية. أولا، لقد
رسمنا سياساتنا على أساس المطورين وكيف بنيت الفيسبوك وكيف يمكن أن يكون الوصول إلى الشبكة في آسيا والمحيط الهادئ يتسم بالشفافية. وهناك تفاصيل بشأن شروط الاستخدام على المنصات. هناك أيضا مسألة أي شخص يمكن أن يدخل على الفيسبوك. في الماضي كانت تنتقل الأفكار الكاذبة على المنصة ولم تكن هنالك استراتيجية حقيقية لمكافحتها، وكانت هنالك حسابات خاطئة وسوء استخدام للدعاية، وهذا أدى إلى انتشار الكثير من الأنباء الخاطئة، وهذه المشكلة واجهناها على الفيسبوك. أما بالنسبة للإنترنت، وهذه مشكلة تسري إلى حد كبير في المنطقة التي أمثلها، في الهند هنالك حدود على الفوروردز على الواتساب، أي قيود على عدد الأشخاص الذين يمكن أن ترسل إليهم الرسالة، فهذا يحد من انتشار الأفكار الخاطئة ويحد من العنف والشغب. إذن ينبغي أن ننظر إلى موضوع الشفافية وكذلك إلى بناء القدرات، وأي شيء يمكن القيام به من خلال حملات الدعاية مفيد، ويجب أن نتعاون مع الخبراء الحقيقيين بما فيهم الخبراء في مجال الإعلام. شكرا للسيدة أنكي المسؤولة على سياسة العمل للفيسبوك. علقت شمالي، لقد تحدثنا عن مسألة التنظيم والتشريع والنطاق الذي نعمل فيه. عندما نتحدث عن التنظيم يجب أن نسأل من الذي يقوم بالتنظيم. هنالك توجه نحو خصوصية هذا الموضوع ومعرفة الخطاب المشروع وتمييزه عن غير المشروع، فهنالك الحكومات تعمل في هذا المجال وأيضا شركات التواصل الاجتماعي ليس على أساس الدساتير والقوانين، وهنالك قواعد في القطاع الخاص ليست متسقة مع أطر الديمقراطية. والسيدة التي تحدثت من ميامي تحدثت عن مسألة اتخاذ القرار في مجال التنظيم. في النموذج التقليدي القوانين تسنها الدولة فيما يتعلق بحرية التعبير، ولكن الحكومات ليست كيان سياسي الوحيد. هذا السؤال نتصارع معه منذ فترة طويلة، ومرارا وتكرارا نرى قوانين تمثل خطوط حمراء فشلت فيما يتعلق بخطاب الكراهية والأنباء الخاطئة والزائفة. وأنا أتفق مع ما قالته المتحدثة عن حملات التوعية، هذا شيء مهم جدا، وينبغي أن نركز أيضا على خطاب معاكس، بناء خطاب معاكس للتصدي لخطاب الكراهية، وبذلت جهود كبيرة في هذا المجال، ونحتاج إلى دعم مؤسساتي في هذا المجال. هنالك اختلال في التوازن بين أولئك الذين يولدون خطاب الكراهية والأشخاص الذين يكافحون هذا الخطاب الذي عادة هم مواطنون فرادى. تشن، لك الكلمة. أتفق مع المتحدثات عن التنظيم الذاتي وهل هو كاف أم لا. أنا لا أعتقد أن التنظيم الذاتي كاف لأسباب عدة، أحدهما مثلا إذا نظرنا إلى الأنباء الخاطئة في الصين، فالناس يستهدفون الربح ويستخدمون الذكاء الاصطناعي لتوليد الأرباح،
ويستخدمون الأفكار الخاطئة أيضا لهذا الغرض، وأعتقد أنه يجب التنظيم باعتماد شكل متعدد الأطراف، ربما يمكن إشراك المنصات والأطراف التقليدية. الحكومات تساهم بسبب عدم تصرفها بشكل مناسب في انتشار هذه الأفكار والإشاعات، ويمكن أن تطلع بدور مفيد في مكافحة الأخبار الكاذبة. قلت في الصين هنالك سياسة، هل يمكن أن تنهي كلامك؟ نعم، هنالك سياسة تتعلق بطريقة تنظيم الأنباء الخاطئة. مثلا هنالك قانون جنائي، أنا أعتقد أن هذا ربما غير ضروري وضع قانون جنائي، وهنالك نظام رخص، من ينشر الأخبار على الإنترنت يجب أن تكون له رخصة، ومنصات الإنترنت عليها واجب حذف أي معلومات أو أخبار تشهيرية، وكذلك يطلب منها أن تتعاون مع المستخدمين لمكافحة الأنباء الخاطئة، ولكن هذا خاضع للنقاش كما قلت. شكرا دكتورة جين. المتحدثة التي تحدثنا عن بعد، هل هنالك ملاحظات أو هل هنالك ملاحظات نشرت على الإنترنت؟ لا. هل هنالك طلبات أخرى لتناول الكلمة والإدلاء بالملاحظات؟ هل يمكن أن تقدم نفسك؟ تفضل وتتحدث دقيقة واحدة. شكرا. ليند ليفن من الاتحاد الروسي، أنا من البرلمان الروسي. أؤيد ما قاله المتحدثون الذين قالوا أن التنظيم الذاتي غير كاف، فالشركات الأساسية هي التي تنظم نفسها بنفسها، هي التي تمتلك مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت، وهي التي تتفق بشأن المبادئ التي يجب العمل بها بدون مراعاة السياقات المختلفة. أما بالنسبة للتنظيم، أعتقد أنه لا داعي لإعادة اختراع العجلة، هنالك مبادئ مشتركة موجودة يتم إنفاذها، تعمل بشكل مناسب وتسري على محركات البحوث والخوارزميات والشركات الكبيرة. ما أعنيه هو التالي، يجب أن نتعرف على الشركات الأكبر من حيث عدد المستخدمين وشهرتها إنجاز القول على الإنترنت، هذه هي التي تنشر المعلومات التي تنشرها عدة مرات، ويجب عندما نكافح الأنباء الخاطئة يجب أن نكافح أولئك الذين ينشرون الأنباء الخاطئة. شكرا جزيلا على هذه الملاحظة، أرجو أنك كنت تتابعين لوز واطلعت على ما ورد في البيان الأخير. أنت تحدثت عن هذا الموضوع، ضرورة التركيز على الشركات التي تستهدف الربح وتتوخى الربح من خلال المضامين التي تنشرها. في 2016 في اجتماع للمسؤولين لمسؤولي الأيباك، اجتماع الأيباك هو ينعقد في نيوغيني حاليا، ولهذا لم يحضر رئيس الصين، قيل أنه يتم إنفاق 1.9 مليون أو مليار، لا أعرف، قد أنفقت، ونريد أن نعرف ما هي النسبة من هذه الأموال التي أنفقت على وسائل الإعلام والمضامين. وهذا يتصل بما قاله السيد المتحدث الأخير الذي تحدث عن التنظيم وسن القوانين. هنالك نقاش كبير خاص بالتنظيم والتشريع، وهل يكون التنظيم الذاتي ناجعا أم لا، وهنالك مسائل تتعلق بشفافية الخوارزميات. المتحدث الأخير تحدث عن المبادئ المشتركة الموجودة حاليا، وندعوكم إلى المساهمة في الوثيقة الحية المعروضة على الإنترنت على موقع الـ IGF، وإن كانت لديكم آراء أو أفكار فأرجو أن تتصلوا بنا للإدلاء بها.
وربما سيكون هناك منتدى للممارسات الفضلى في الفترة الفاصلة بين المنتديات. هل من أسئلة أخرى؟ أرى يدا مرفوعة. دقيقة من فضلكم. تفضل سيدي ثم السيدة، سنعطيك الكلمة. عندي سؤال، استمعت إلى مقالة ممثلة الصين. ما يقلقني هو التالي، إن كنتم تحاولون حاليا مكافحة الأفكار الكاذبة فأنتم تقيدون حرية التعبير. في دولتي كانت الدولة هي النشر الأساسي للأنباء الكاذبة، وحقق صحفيون في هذا المجال، واتكلوا على وثائق كثيرة لتبرير آرائهم، والحكومة قالت أنهم هم الذين ينشرون الأفكار الكاذبة. شكرا. المتحدثة من الصين قالت أنها تشجع على التقليل من القيود على الحرية. يسرني أن أرد على هذا السؤال، أعتبر أنه سؤال جيد. الحكومة الصينية تقيد حرية التعبير، ولهذا قلت أن الحكومة تساهم في نشر الأنباء الخاطئة، وأنه يجب أن تطلع بدور في مكافحة هذا النوع من الأخبار الكاذبة أو الزائفة. وقلت أنه أحياناً تنتشر الأخبار الكاذبة بسبب نقص الثقة في الحكومة، ويمكن القيام بالعديد من الأشياء ليست ذات طابع سياسي بالضرورة، إجراءات ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي. شكرا. تفضل سيدي. اسمي أرجيني نيجاك، أنا من الاتحاد الروسي قطاع الحكومة. سمعنا من المتحدثين أن من الأسباب الأساسية لانتشار الأفكار الكاذبة صحافة غير مسؤولة، وربما حان الوقت للتمييز بين الصحفيين المهنيين والفاعلون الجدد في قطاع الإعلام. هنالك منظمات دولية تحاول فرض بعض المعايير والتنظيمات مثل مجلس أوروبا، إذن لفرض قواعد على الفاعلين الجدد في مجال الإعلام. وطرح سؤال يتعلق بالتطرف، ولم نحصل على إجابة على هذا السؤال. إذن سؤال آخر، بالنسبة للدول التي تسيطر فيها الدولة على كل وسائل الإعلام التقليدية، وهنالك صحفيون تابعون للدولة يقومون بالدور الذي تقوم به الصحافة التقليدية عادة، و هناك سؤال قلت أنه لم تتم الإجابة عليه. السؤال الأول، جاكومو، هل تريد أن تتفضل بالملاحظات الختامية قبل أن نرفع هذه الجلسة؟ من الصعب جدا أن ألخص النقاش الذي دار بيننا، أريد أن أرد على السؤال الذي طرح. في اليونسكو تم التوصل إلى تعريف للمهنيين في مجال الصحافة والعاملين في مجال الإعلام، والحماية تغطي كل العاملين في هذا القطاع، وكذلك مجلس أوروبا لديها تعريف.
احيانا تطلع اطراف غير تقليديه بالدور التقليدي للصحفيين او وسائل الاعلام فيما يتعلق بالتطرف. اعتقد اننا بحاجه لتنظيم او تشريع ليس فقط في الحالات التي ارتكبت فيها جريمة باستخدام الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن نتوصل إلى قواعد وتنظيمات تحد من خطر حصول هذه الجرائم. الإنترنت هو طريق سريع اليوم، يمكن أن يستخدمها من يريد أن ينشر خطاب الكراهية وأفكار متطرفة وإرهابية وأفكار وأنباء خاطئة، ومن يريد جني الأموال من القيام بهذا، وبالتالي نحتاج لنشر المسؤولية للحد من خطر حصول هذا. فاليوم يمكن أن يصل خبر في ظرف بضعة ثواني إلى ملايين المشاهدين. شكرا. هنالك ورشة العمل لمكافحة خطاب الكراهية. إذن الورشتين 81 و83 بالنسبة للأفكار الخاطئة، ورشة العمل 5916133345. هنالك وثيقة حية منشورة على الإنترنت وهاشتاج التويتر، هنالك هاشتاج تويتر يخص هذا. إذا الوثيقة الحية ما زالت منشورة كما قلت لكم، وندعوكم للمساهمة، ندعو الشباب للمشاركة من الواي ام سي اي في هونغ كونغ، أنتم وأقرانكم، وكذلك الاي جي افس من أوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكا اللاتينية، وأرجو أنني لم أنشر منطقة، إذا أوروبا الشرقية والغربية أرجوكم أن تشاركوا. نشكر المشاركين على هذا النقاش القيم، ونشكر الأستاذة لوز نيغل التي شاركت عن بعد من ميامي. أرجوكم أن تصفقوا لي المشاركين، وأشكر أيضا من ينشرون تغطية هذا الخبر على تويتر وفيسبوك. شكرا جزيلا سيداتي سادتي، انتهينا من الجلسة الأساسية الخاصة بمضامين الإعلام. أرجوكم أن تأخذوا أغراضكم معكم. فضباط الأمن الفرنسيون سوف يتأكدون من أمن القاعة قبل خطاب الرئيس ماكرون. نشكر من شارك عن بعد من القارات المختلفة، من الصين، أمريكا اللاتينية، وجميع أنحاء العالم. نشكركم على الستريمينج، ونشكركم على مساهماتكم. شكراً.